علشان تبيع او تشتري حاجة على الانترنت لازم تجيب ابليكيشن متخصص في كده، وعلشان تدور على وظيفة لازم برضو تدور على ابليكيشن متخصص في الوظائف. بس دلوقتي مع ابليكيشن كل شنكة، ابليكيشن هتقدر تبيع وتشتري عليه كل حاجة، ايوة حرفيا كل حاجة. وكمان مش بس كده، ده في وظائف وحرف مهنية تقدر تشوف الوظيفة اللي تناسبك. حمل دلوقتي الابليكيشن من على جوجل بلاي ستور. كمان خرج من السوشيال ميديا راح لبعض المساجد للأسف، ألا وهي الأوراد. وكلامي هنا أخص الأوراد الخاصة بالجن. يعني إيه؟ يعني كل واحد عاوز يتعلم العلم الروحاني، أي حد بيتعلم العلم الروحاني أو أي حد بيعلم العلم الروحاني، أو ما تقول له أنا عاوز أتعلم يقول لك بس تعالى قول 10,000 مرة كله والله واحد هنزل لك خادم القرآن، قول 50,000,000 مرة سبحان الله وبحمدي، قول والناس تورد، قول كذا لا إله إلا الله. يا أخي هو ده بيجيب جن؟ يعني ده بيجيب جن؟ يقول لك آه والله العظيم بيجيب جن. صحيح هو بينزلك عون من أعوان الشياطين، عون من أعوان إبليس. مش أنت بتورد لله؟ في فرق ما بين أنك تورد لله سبحانه وتعالى، أنا بورد لله سبحانه وتعالى، خلاص ده أمر منتهي. ده أمر منتهي، أنت بتورد لله. وفي فرق بينك بتورد للجن، ده موضوع وده موضوع تاني، علشان بس ما حدش يقول يعني انت حرمت الاوراد. لا خالص، انا ما حرمش الاوراد خالص، انا بتكلم على الورد الخاص بالجن. يعني اي حد يقول لك انا بورد هتقول 2,000 مره 3,000 مره عشان ينزل لك جن، وعلشان مش عارف ينزل لك من خدام القران. خدام القران يا اخي، هو ربنا سبحانه وتعالى مستني جن يخدم القران؟ ده كلام الله سبحانه وتعالى. إنا نزلنا الذكر وقلنا له لحافظون صلاة العظيم. ربنا سبحانه وتعالى نزل الذكر وهو ليه حافظ. تخيل ربنا هيخلي جني يعني يخدم القرآن أو يحفظ القرآن؟ يا أخي ما الساحر بيستخدم بعض الآيات من القرآن. الساحر بيستخدم بعض الآيات من القرآن عشان يسحر، استغفر الله العظيم. خلي بالكم يا أخوانا، القرآن ده كلام الله، موضوع كبير. يعني الموضوع مهم وشيق جدا جدا جدا. انا منتظر مداخلاتكم واستفساراتكم ومناقشتكم في الموضوع ده، ارقام هتلاقوها موجوده على الشاشه بفضل الله، لان الموضوع تفحش وتفحل بشكل رهيب. وخدوا بالكم تلاقي واحد بيضحك عليكم ويقول لك ايه مثلا يعني عاوز قضاء الحاجه قول 50,000 مره كذا، عايز تفتح البصيره قول كذا. طب ما كنت فتحتها انت، طب بدل ما انت تقول لي قول، طب ما تقولها انت وتفتح. هو مش ما قالهاش يعني يفتح البصيره ان هو يبقى يعرف اللي بيتصل ده عاوز ايه مثلا، يعني مثلا في اعتقاده هو. طب ما تقولها انت وتفتح لنفسك، انت بتقول لنا لكن انت ما بتعملهاش عشان انت عارف ان انت ناقلها ومش هتجيب نتيجه، فبتحذفها لغيرك. المهم ان ابقى انا عم الشيخ اللي بنزل حاجات اسرار، حاجات مش موجوده، حاجات تمام يعني. والمشكله ان كلنا بنفتي، كل احنا مصر عندنا 100,000,000 مفتي. لما نتكلم بعلم ونقول ده في كذا، واحد يطلع يقول لك لا 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 انت عم انت بتاع بليله ده كذا. لما يعني الاخت اللي اتصلت بتاعت المره اللي فاتت، لما قلنا الشقه فيها حد حضر فيها وقالت انا ما اعرفش، لما تواصلوا طلع فعلا ان في حد عمل حاجه في الشقه، كان حد جه وضحك وقال انا هعمل كذا واسوي كذا واسوي كذا وحضر فيه، ورحنا الحمد لله وخلصنا القصه. يطلع حد يقول لك لا اصل انت بتفتي ده. يا عم انت مالك، انت خليك في شغلانتك، مالكش دعوه. انت راجل سواء كنت جزار او حرفي او مهني، انا ما فهمش شغلانتك، فانت كمان ما تفهمش في شغلانتي. باحترام يعني، الحمد لله رب العالمين احنا عندنا يعني سنين وسنوات من الخبره بفضل الله. فممكن مع الكلام يعني حضرتك بتكلمني وتقول لي وصف 1, 2, 3, 4، مع التشخيص اشخص لك الحاله، يعني مع اعراضك انت او مع كلامك اشخص لك الموضوع. مش مستاهل يعني هو 1+1=2، ولا ممكن يبقى 4، عندك 4 صح؟ ايوه الاستاذ اللي هناك ده عنده 4، هما 2، ما فيهاش كلام. ممكن اعراض بعض الاعراض تتشابه ممكن،
لكن بننتظر او نسال نقول في كذا بيحصل كذا لا كذا كذا يبقى هو كذا. فبالله عليكم يا اخوانا بلاش نفتي. احنا عندنا مفتي الجمهوريه واحد بس، حتى مفتي الجمهوريه بقوا زايدوا عليه، يعني مفتي الجمهوريه يقول في حاجه دي كذا يطلع برضو شويه من الفلاحيص بتوع اخواننا المصريين حبايبنا، يعني يطلع يقول لك لا ده كذا، عيد الفطر يوم كذا يقول لك لا 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 ده لسه ناقص على رمضان يوم. يا سيدي انت مالك، يا سيدي انت مالك، خليك في حالك، هو انت المفتي ولا هو المفتي؟ سبحان الله. ففي ناس كده، في ناس دايما كده، فدول برضو كده، دول برضو من المفتين اللي هو يقول لك تقول ورد ينزل لك، تقول ورد ينزل لك. يا سيدي الله يبارك لك، الله يبارك لك. الشيطان ده عشان يغوي حد هروح يغويه من الخماره ولا يغويه من المسجد؟ من المسجد صح؟ ايوه احسنت، الله يبارك لك. هيغويه من المسجد، هو طبيعي في المسجد رايح، فرايح يبعده عن ذكر الله. كذلك اللي في الخماره خلاص هو في الخماره، هو مش محتاج منه حاجه. فاخواننا بالله عليكم مش عاوزين فتي. معانا محمد، اتفضلي يا محمد. المره اللي فاتت اللي قلت لحضرتك ابني بيرجع بياكل لام الورش يرجعها، عايز اتواصل مع حضرتك، عايز رقم حضرتك. طيب الكنترول اللي حضرتك رقمي او يعني انا بطلع على التيك توك برضو، ممكن تقدري تشرحي اللي انت عاوزاه على الهواء برضو براحتك بفضل الله. من يوم الحد لغايه الخميس الساعه 4:30 بعد صلاه العصر ان شاء الله بطلع بس مباشر على التيك توك. اللي حابب يتواصل بتيجي السبت بس على قناه الصحه والجمال. صحيح، والحد لغايه الخميس على التيك توك برنامج الراقي برضه. تكتب على التواصل مع حضرتك ابني مش لاقيله علاج، خالص. طيب حاضر، الكنترول هيدي لحضرتك الرقم. احنا اخوانا اي حد عايز تواصل معايا تواصل، احنا هنا حلقه البرنامج قصيره شويه، فاللي عاوز باستفاضه شويه احنا عندنا التيك توك، عندنا برنامج اسمه الراقي برضه على التيك توك، برنامج الراقي عندنا من يوم الحد لغايه يوم الخميس فضل الساعه 4:30 بعد صلاه العصر ان شاء الله هتلاقونا موجودين معاكم ان شاء الله. اللي عايز يستفسر براحته، اللي عايز يحكي براحته، موجود معاكم بامر الله. فالشاهد يا اخوانا في اللي اقوله ان تلاقي واحد بيورد عنده ورد يومي بيسبح الله سبحانه وتعالى 1000 مره سبحان الله، ورده لله فهو لله، من كان لله فهو لله، فبيسبح لله ده بيؤجر عليها ما شاء الله. فيقوم ابليس يوم ايه؟ هو مش عايزه يورد ولا عاوزه يورد؟ اكيد مش عاوزه يورد صح؟ فيقوم يبتدي يعمل له ايه؟ شويه فلاشات، شويه مش عارف ايه، فيبتدي هو يلاحظ. لو هو راجل مع ربنا صدقا مش هيسال ولا هيبالي، هيكمل في طريقه ما شاء الله على الناس دي. انما لو هو هيبتدي يعني بقى الشك يخش قلبه شويه فهيبتدي يسال، فيقوم بقى يروح لواحد من المفتين اللي انا بتكلم عليهم دول، هيقول له ايه ده؟ يقول له لا ما شاء الله، ده انت ربنا كرمك، الله اكبر يا عم الحاج، ايه ده انت ده ربنا اداك هبه، ايه طيب نزل لك جن هو انا ربنا يديني هبه ينزل لي جن؟ سبحان الله، يعني هبه ايه دي؟ هبه ايه بتاعت ربنا ينزل لي جن دي؟ سبحانك يا رب. طب يعني استغفر الله العظيم، يعني حسينها شويه اقول ملك مثلا يعني مبلوعه شويه او الضحكه مبلوعه شويه، لكن يعني تكحلها تعميها ربنا يهبني بجن؟ يا سبحانك يا رب، سبحان الله العظيم. فيقوم هو اخونا الثاني يقول له والله طب انا عايز اتواصل مع الجن ده، يقول له بقى انت بتقول ايه؟ يقول له سبحان الله والله اكبر ولا اله الا الله وسبحان الله العظيم. يقول له لا كمل بقى، كمل الفاتحه بقى 200 مره معاهم، كمل بقى قول هو الله احد 1000 مره عشان ينزل لك خادم الصمد، كمل بقى مش عارف ايه عشان ينزل لك خادم مش عارف مين، عشان ينزل لك عبد الفتاح. طب انت حضرتك شفت بطاقته ان هو مسلم؟ يعني الخادم اللي نزل ده انت شفته؟ احنا ما نشوفش الجن اولا يعني. طب حد حكى لك عنه؟ طب شفت يعني الجواز سفر بتاعه ان هو مسلم؟ لا. طب ما هو عرفت منين؟ سيبك من الكلام المنقول، ده كلام منقول، في دليل منه؟ في دليل؟ مفيش دليل، كلام مرسل خلاص انا ما اعرفوش، اترمي ورا ظهري. يبقى ده كده ابليس، احنا مش عاوزين نخش تحت قول بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، صدق العظيم. مش عاوزين نخش في ده، مش عاوزين نخش في دي والعياذ بالله. فابعدوا كل البعد يا اخوانا، انت بتورد لله خليك بتورد لله، مالكش دعوه بالجن خالص. مدام ساميه من اسكندريه اتفضلي. مدام ساميه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا دلوقتي بنتي بقالها 14 سنه متجوزه، فيعني اهل بيتها مستقطبينها هي وجوزها، فاصبح ان الشقه بقت مسكونه، فجابوا شيخ قال لهم مفيش مكان لرجلكم نحط فيها، فكل يوم في مشاكل وضرب وبهدله. طب والشيخ ما صرفهمش ليه؟ صرفهم بس يعني على ما جوزها بدا يعالج نفسه،
رجعوه اكلوه، وقال له ما تاكلهوش، ما تاكلش من حد، انت فاهمني؟ طب والشيخ شاف، معلش انا اسف، دم على الحيطه، انا اسف، الشيخ شافهم منين؟ شاف الجن كله منين؟ مش عارفه، ما هو اللي قال احنا من كده كانت غضبانه عندنا. ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. بصي يا استاذه، كل يوم بهدله والله حضرتك، فاحنا تعبنا نفسيا، انا واحده من الناس والدتها تعبت نفسيا. طيب العيال اللي يجي يقول لك احنا بنشوف حاجه على الدولاب، بنشوف حاجه بتخبط. شغلت سوره البقره؟ طيب شغلتيها يا هي بقى، هي بسم الله ما شاء الله كويسه ومنتقبه وشغاله بالرقوه الشرعيه وسوره البقره، هي يعني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب خلي سوره البقره شغاله دوما يقينا، وخدوا بالكم يا اخوان. معلش يعني الحته دي بيقولوا لها هم بيقولوا ده بتحل لنا الضغط، اهل والدته كلهم. طب هي هتعمل ايه؟ ثلاث عيال زي الفل، عمر 14 سنه، عمر 11 سنه، عمر ربنا يخليهم لها. بص حضرتك انا يعني مشاكل اسريه دي نحطها على جنب، وربنا يهدي كل بيت، مشاكل احنا كل بيت فيه مشاكل كتير. خلينا نتكلم، حضرتك انا باخد نصيحه منك بس. طب يعني احنا عايزين عشان خاطر احنا مش عايزين بيت يخرب، احنا اهل طيب. الام انا هقول لحضرتك النصيحه من 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 وجهه نظري وعلمي، هقول لحضرتك على النصيحه بفضل الله. يا اخوانا احنا بنقول شغلوا سوره البقره في البيت او في الشقه. سوره البقره بنشغلها احنا بنعمل ايه؟ نشغل السوره ونقوم نروح اعمالنا، نقعد نتكلم، نقعد. لا ده مش كده، احنا ما شغلناش الصوره، احنا كده احنا علينا على الصوره، احنا كلامنا بقى موازي كلام الله، اعوذ بالله وحاشا الله. لما نقول نشغل سوره البقره يوميا في البيت، يبقى نحط سوره البقره في البيت، يا اما نمسك المصحف ونقرا معاها، يا اما نقعد نستمع. ما نقعدش بقى ياض يا بت مش هنجري ورا الواد لا ولا عملنا حاجه، ولا عملنا حاجه. شغل سورة البقرة، يبقى نشغل سورة البقرة كلام الله يقرأ، ونقعد نستمع وننصت، ننصت لكلام الله سبحانه وتعالى. مش شغالة واحنا نايمين، هو بقى الجن يتصرف، هي تتصرف مع الجن والحاجات الوحشة اللي في البيت. مش نشغلها واحنا عمالين شغل البيت، لا هنشغلها يبقى هنقعد نستمع، نشتغل مرة واثنين وثلاثة نستمعها، مش مشكلة، كأننا بنقرأها أو نقرأ معاها ناخد الثواب. مش نعملها واحنا مضطرين، لا يا عملناها واحنا قلنا 100 مليون مره وما زلت بقول وهقول الى ان تقوم الساعه، يقينا بالله نشغلها، يقينا بالله سبحانه وتعالى، ده كلام الله سبحانه وتعالى. معي بقى حته ان الشيخ يقول اصل ما فيش مكان لرجلكم، هو حضرتك يا عم الشيخ شفت منين ان ما فيش مكان لرجلهم؟ حضرتك شفت الجن؟ يعني ربنا اللي الجن اللي ربنا سبحانه وتعالى حجبه عننا، انت حضرتك خرجت الستاره وشفته؟ ما شفت الكشاف؟ نورت الكشاف راح منور لك اللي موجودين في القاعه؟ يا اخي اتق الله، اتق الله، الله يبارك لك. قول المكان تقيل يعني تمشي، قول المكان فيه، لكن مش كده، الله يبارك لك. يعني استاذ احمد من الفيوم، اتفضل استاذ احمد. ماشي يا فندم، معاك استاذ احمد. السلام عليكم، اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله. علي صوتك شويه يا استاذنك. بقول لحضرتك انا عندي المدام بتجي لها حاله كده، بقول عن المدام بتجي لها حاله كده يا فندم، وبتقف تصوت في البلكونه وتقول يا ناس خاطفيني، يا ناس خاطفيني. وديتها للدكتور قال دي حالة انفصام أو حاجة، بس برضه بدال علاج والعلاج مش جايب معاها. طيب حاولت تسمعها طيب رقية شرعية؟ هي حضرتك بتقرأ في المصحف على طول هي بعدين. وما بيحصلهاش حاجة بتقرأ في المصحف؟ لا ما بتحصلهاش حاجة، بس هي الحاجة اللي بتجيلها كده نوبات. يبقى نمشي مع الطب. قول انفصام في انفصام. ممكن حضرتك تشوف طبيب تاني، طبيب آخر. يعني دايماً ما تفقدش الأمل. شوف طبيب 2 3 4 5، شوف فيه مهدئات. يعني على ما اعتقد يعني الخلفيه، لكن انا ما اقدرش افتيك فتوى صريحه لاني مش طبيب. فبما انها بتسمع القران او بتقرا المصحف وما حصلهاش حاجه، خلاص تمام الحمد لله كده من ناحيتي انا ما فيهاش حاجه. وربنا يشفي لك ويعافيها لك يا رب ان شاء الله. فالشاهد من كلامي ان مش كل حد يقول لك حاجه تمشي وراها. مش كل حد يقول لك امسك ده وقول وتروح ماشي وراه، لا خالص. انت حضرتك بتقول ورد، خليك ماشي في الورد بتاعك لله، مفيش حاجه هيشغلك. ام محمد من الغربيه، اتفضلي يا ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. حضرتك انا وجوزي معمول لنا سحر سفلي بالتفريق. وحضرتك عرفت منين انه سحر سفلي بالتفريق؟ انا دورت يعني وسالت شيوخ كتير وكده
وعملت رقية شرعية وعملت حاجات كتير. طيب. بس ما احترام لكل الشيوخ فوق راسه. دايما اقول البينة على من ادعى. انت شيخ قال في سحر تفريق، ادام قلت يبقى تقدر تفك، يعني ادام قلت يبقى هتفك بفضل الله، يا اما ما تقولش مش هتعرف تفك يبقى ما تقولش. طيب يا ستي حضرتك اسمعي الرقيه الجامعه، خش اسمعي الرقيه الجامعه باسم سعيد، عاوز حضرتك تسمعيها بعد المغرب مره واثنين وثلاثه، حضرتك منفرد وزوج حضرتك منفرد، وقولي لي ايه بيحصل معاكم. موجود معاكم بفضل الله على التيك توك ان شاء الله من بكره لغايه يوم الخميس الساعه 4:30 بعد صلاه العصر، هتكتبي على التيك توك كده برنامج الراقي، على التيك توك برنامج الراقي من 4:30 ان شاء الله معاكم مفتوح بقى لغايه لما نقفل، من الحد لغايه الخميس فضلا. اسمعي الرقيه الجامعه، اسمعيها مره واثنين وثلاثه واربعه، الرقيه الجامعه باسم سعيد مره واثنين وثلاثه واربعه، وقولي لي ايه بيحصل لك عشان نقدر نشخص ونقول لك بامر الله كذا وبامر الله باذن واحد احد نكون سبب في علاجك، لان الله هو الشافي، الله تعالى هو الشافي المعافي مش انا، فاحنا سبب، فربنا سبحانه وتعالى يجعلنا سبب في شفاء الناس بامر الله، اللهم امين. فما فيش حد اسمها شيخ قال لي كذا، البين على من ادعى، شيخ قال لك في كذا طب عالجني يا سيدي، شيخ قال لك معاك خدمه اه خلينا اتواصل معاه، ما تسمعش وتجري. انا ممكن اقول لك على الغيباني، اقول لك الخمسه سته اللي بيتفرجوا عليا دول عندهم ملك، عندهم خدمه ملك روحاني، وال20 التانيين عندهم اميره، وال30 اللي جايين الناحيه دي على الصف الناحيه دي عندهم غفره ووزره، والناس اللي هناك دول، فاللي يقول لك حد قول له شغلها لك. اسلام من الفيوم اتفضل يا اسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا اسلام. يا دكتور لو سمحت، انا عندي الاطفال في البيت عندي الاطفال بيشوفوا حاجات في البيت وانا بحلم احلام لزوجتي مش كويسه. الاطفال في البيت بيحلموا احلام مش كويسه. انا بيشوفوا حاجات مش يعني بيشوفوا اشخاص في البيت. اشخاص على الحقيقه مش في الحلم. لا على الحقيقه. على الحقيقه بشوفهم. وانا بشوف احلام لزوجتي مش كويسه. بشوفهم امتى؟ وقت المغارب كده؟ نعم. بشوفهم وقت المغارب بالليل يعني؟ طيب شكرا، هرد على حضرتك. طيب حضرتك دايما وقت المغارب اقفل النوافذ، يعني لو في نافذه مفتوحه اقفلها وخلي الاطفال يهدوا، يعني سمي الله بسم الله الرحمن الرحيم وهديهم كده شويه بشويه، لان واضح يعني انه ممكن يكون عندك يا اما رصد يا اما عمار المكان يا اما حد بيعمل حاجه جنبك. انا مش شايف يعني، انا على عيماني كده مش شايف، بس هقول احتمالات، ممكن يكون كذا ممكن يكون كذا ممكن يكون كذا. اتواصل معايا على التيك توك في برنامج الراقي بكره بامر الله بعد العصر ان شاء الله، وهقول لك تعمل حاجات وبعد كده نقدر نوصل للسبب والله المستعان ان شاء الله. سهل. ام عمار من اسيوط. ام عمار من اسيوط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. علي الصوت شويه يا ام عمار بعد اذنك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه لو سمحت. طيب انا عايز اسال سؤال يعني. اتفضلي مع حضرتك. وطي التلفزيون شويه. معايا دوز يعني، كل ما يجي على طول قعدته في الحمام بتطول. وبيقعد لوحده كتير؟ اه. طيب ده عاشقه الف ب ما فيهاش كلام، كده عنده عاشقه. بس وعلى طول متهور يعني، على طول عصبي مش طبيعي معانا، بره ممكن يضحك. ويتخانق معاكي على طول، وخناقات على طول يعني، خناقات الاسريه اللي مالهاش سبب وبدون سبب ومن غير سبب وغير يعني حاجات كتير، ده عاشقه ما فيهاش كلام. وملهوش صالح بالعيال خالص نهائي يعني، تارك العيال خالص، ما لهمش صالح حد. ملهاش علاقه، بس هو بيقعد في الحمام كتير وبيقعد مع نفسه كتير، مشاكل بينك وبينه كتير، ده عاشقه بفضل الله. طب اعمل ايه يا شيخ؟ شوفي حد متخصص في الرقيه الشرعيه يعمل له رقيه شرعيه بفضل الله. حد يكون متخصص في الرقيه الشرعيه. طيب وابن الصغير يعني، انا عندي ابني برضك السنه 5 نفس الطبع صعبه. لا ده طبع، لكن الموضوع ده موضوع. قصه إيه؟ الطبع موضوع، ده موضوع. شكرا يا ام عمار. شكرا. شكرا يا ام عمار، شكرا. دعاء من القاهرة اتفضلي يا دعاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون شوية. أنا حضرتك أنا كل ما أخش الحمام أنا موطية التلفزيون.
انا سامع صوتي عندك في التلفزيون. اتفضلي كملي. كده حلو؟ اه كويس اتفضلي. انا كل ما اخش الحمام بيظهر لي نملي كده على الحيطه على طول. حتى لو حد دخل من اولادي ما بيظهرهمش حاجه، هم لو خرجوا من الحمام وانا اخش بعديهم ومثلا لما ارجع من الحمام ولا حاجه الاقي النمل كله فارس على الحيطه. في الحمام بس؟ اه الحمام بس. قولي اخرج من الحمام يبعد. طيب قولي اذكار دخول الخلاء ادام في الحمام بس. قولي اذكار دخول الخلاء. لما تقوليها الجن اللي جوه او عامر المكان اللي جوه بيدي بيبص في الحيطه ويدينا ظهره. لكن لما حضرتك بتخشي بيفضل باصص عليكي وده جن. ايوه. فممكن يبص للانسان طبيعي يعني. تمام؟ شكرا يا دعاء. سماح من الجيزه اتفضلي يا سماح. ازي حضرتك يا استاذ؟ الحمد لله تمام اتفضلي. لو سمحت حضرتك انا كنت من ساعه ما اتجوزت يعني كان على طول كل سنه يحصل مشكله ما بيني وما بين جوزي في شهر رمضان، تحصل خناقه جامده وما نكلمش بعضنا، ولو ما حصلش في رمضان بيحصل اول يوم العيد على طول. فحضرتك هو كان رايح عند واحد معارض بالقران بيساله عن حاجه، فهم راح عند ثلاثه هما اللي بيتعرفوا عليه لوحديهم بيقولوا له انت معمول لك عمل بخراب البيت. فلما كان هو كان بيبقى عندهم هناك كنت انا في البيت بتعب لوحدي وبعرف. فجي واحد منهم عطاله ميه كده حمراء وقال له اخرعها بالليل من غير ما تشوفك، وفعلا خرعني. فقعدت اصوت بالليل كتير وقعدت ثلاث ايام ما بقدرش اخش البيت، يعني الليل يجي افضل قاعده في الشارع لغايه النهار ما يطلع اقوم ايه اخش انام. سؤال هسأله لحضرتك، قبل ما تتجوزي كان بيطلع لك كدمات في رجلك، كدمات زرقاء وفي العرض؟ لا لا لا، هو وقعت تقريبا في الحمام وبعديها على طول بقى ايه يجي لي عنكبوت كده، عيش بتاع عنكبوت ينزل عليا من السقف ويخرعني على طول. وبعد ما اتجوزت بقيت اشوف العنكبوت يمشي على عيالي على طول. طيب. فبقيت بقوم من النوم ما اناش عارفه اذا كان ده حقيقي ولا حلم. اتكرر معاكي اتكرر معاكي حلم كتير انك كانك بتنزلي تحت ارض كانك بتسحبي في مكان؟ لا لا مفيش. طيب تمام كده عشان ننهي. طيب انا هرد على حضرتك. حاضر. اللي حضرتك بتحكيه ده عاشق مع حضرتك من السحر خالص. ده عاشق مع حضرتك، لو سحر هتتخانقي في شهر رمضان وفي شهر شعبان وفي شهر رجب وفي شهر شوال وفي ذو القعده هتفضلوا تتخانقوا على طول لو سحر، لان السحر مش مرتبط بشهر معين يشتغل وبقى الايام يريح يركن، مفيش الكلام ده، سحر هيشتغل على طول. في رمضان فهيبقى رمضان ده يعني وقت معين نحسبه ويبقى هنقول دوت ده موجود عارض، ده عاشق. ام محمد من اسكندريه اتفضلي يا محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. زي حضرتك فيه. الحمد لله تمام تسلم. الله يكرمك يا رب. بص يا شيخ انا منفصله تمام، ووقت ما كنت في بيتي عند ابو ولادي كان دايما خناق وحاجات كتيره بتحصل، وكنت بحلم احلام ان انا في واحده مسيحيه ساكنه قصادي ست كبيره، كنت دايما بحلم بيها انها بتطلع فوق جسمي، بتقعد كده لمؤاخذه على جسمي من فوق كده وبتمسك بقي بايديها الاثنين وتفضل تشد فيه جامد وتتقطع وكانه كانها عايزه تقطعه. الحلم ده كان ملازمني. وكان حلم تاني برضو بيجي لي ان انا ايه بشوف حد معين مش فاكره مين او حاجه مش موجوده يعني، بس بشوفها يعني مش موجوده حواليا في الحقيقه ولا شخص ولا حاجه، حد بني ادم بس مش طبيعي بشوفه دايما. اول ما بشوفه ببتدي ان انا ايه اتحول، جسمي وشي يتعوج وبقي يتعوج. انت حضرتك مخلفه معاك اولاد؟ اه معايا. طيب الاولاد دول هم صغيرين كانوا بيتعبوا قوي؟ هم صغيرين كانوا بيتعبوا جدا وكانت اه كانوا بيتعبوا جدا مالدم. وكانوا ده الو دي ممالده اللي هي التابعه، انت حضرتك عندك تابعه. مش عارفه والله حضرتك، بس انا يعني عايزه اقول لك ان كل الاحداث دي كلها ادت بانفصالي. دلوقتي بقى بنتي عند باباها بتشوف دايما في احلامها حاجات سودة بتقعد تتنطط لها، واحيانا بتشوف في البيت خيالات. هي طول النهار قاعده حبيبتي لوحدها، يسيبها تقعد لوحدها طول النهار في البيت معهاش حد خالص، مش بيجي لها غير بالليل، فبتشوف حاجات في البيت كده وبتقول لي يا ماما انا مش بركز معاها وبشغل قران على طول. كويس. الحاجه الثانيه ان انا برضو من ضمن احلامي كنت حلمت انه من زمان قوي برضو يعني ان حد بيجري ورايا على السلم وبيحاول يدخل ورايا باب الشقه، نادرا لما كنت بقفل باب الشقه بسرعه وادخل، وبعد كده كانوا بيدخلوا ورايا على طول. تمام تمام. انا هرد على حضرتك. شكرا. هرد على حضرتك.
واضح ان حضرتك اللي انت بتحكيه ده دي حاجه اسمها التبعه اللي هي ممدم او ام الصبيان. دي هي بتيجي غالبا للنساء، بتيجي غالبا للنساء والاطفال، بتتعب الاطفال وكذلك امهاتهم النساء. فانت حضرتك ام ملدم دي مش هتسيبك الا لما تصلي فروضك وتتبع الاذكار الصباح والمساء، ويا ريت تتصبحي بسبع تمرات، ثلاث تمرات، تمره، خمسه، مش مشكله، المهم انك تتصبحي بسبعه على الريق. مده بفضل الله وبامر الله الموضوع هينتهي معاكي تماما ان شاء الله. احمد معانا، يا احمد من اسوان، اتفضل يا احمد. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيادتك انا معي مشكله من 21 سنه. خير ان شاء الله. برضه معي المدام كان وقعت في الحمام، ويعني وبيننا وبين بعض اختلافات كثير لغايه احنا من سنه كده انفصلنا، وبتتعب كل يوم والتاني لو سمعت صوات حد توفى او حاجه يعني بتتغير كده وتتعب. وبعد انا ما انفصلنا يعني بعدت منها، هي معاها العيال موجودين يعني حاليا ما بتتعبش زي ما انا كنت موجود معاها من الاول. وكان مشكلتها الكبيره في الجماع، لو حصل قصه الجماع دي يعني تذبحها بالسكين وما يحصلش الجماع. طب يا مان هرد عليك، حاضر هرد عليك. واضح من كلام احمد ان زوجته كده وقعت في الحمام، يعني خدت لبس من الحمام، واللبس من الحمام ده قلب معاها بعاشق، والعاشق ده بعدها عن زوجها، ده طبيعي خالص. وكمان بيقول ان بتكره الجماع، وده الف بي طبعا، غيره الجن اقوى بكتير من غيره البشر يعني. فحضرتك شوف حد متخصص عندكم في الرقى الشرعيه، حد متخصص في الرقى الشرعيه يرقيها وان شاء الله خير. للاسف الوقت داهمنا وخلصنا خلاص، فبامر الله ان شاء الله اللي ما لحقش يتصل بينا او عنده استفسارات، بامر الله بكره ان شاء الله يوم الاحد حتى الخميس على التيك توك ان شاء الله من الساعه 4:30 بعد صلاه العصر ان شاء الله، باسم برنامج الراقي، برنامج الراقي على التيك توك ان شاء الله الساعه 4:30 بعد صلاه العصر، منتظركم بامر الله. اللي ما لحقش يقول استفساراته او ما لحقش يستفسر كويس ان شاء الله يتواصل معايا. حبات في الله، دمتم في رعايه الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. علشان تبيع او تشتري حاجة على الانترنت لازم تجيب ابليكيشن متخصص في كده، وعلشان تدور على وظيفة لازم برضو تدور على ابليكيشن متخصص في الوظائف. بس دلوقتي مع ابليكيشن كل شنكة، ابليكيشن هتقدر تبيع وتشتري عليه كل حاجة، ايوة حرفيا كل حاجة. وكمان مش بس كده، ده في وظائف وحرف مهنية تقدر تشوف الوظيفة اللي تناسبك. حمل دلوقتي الابليكيشن من على جوجل بلاي ستور.